Short problem 1 من first exam October 2020 بيقول Ali walks 200 meter east with an average speed نتعامل معها constant speed of 4 meter per second. Then he walks 280 meter west with an average speed again constant speed of 5 meter per second. The average velocity for the entire trip is يبقى سؤال constant speed مباشر عندنا two trips واحدة east two hundred meter بسرعة four meter per second والsecond trip left مثلا هنا A B C طول السكند تريب طول المسافة 280 متر والسرعة 5 متر بير سكند. طالب الأفريج فيلوسيتي يعني مجموع الإزاحات مجموع الديسبليسمنتس على مجموع الأزمنة. عندنا الإزاحات نحسب التي 1 والتي 2 طبعا قانون المثلث لأن عندنا كونستانت سبيد فيش acceleration هقول ان الدي equals الفي نوت في تي نحسب الديستانسس وبعدين نشوف الايست نعتبره بوزيتيف والويست نعتبره نيجاتيف. القانون دي equals في نوت في تي اذا الدي 1 equals في نوت 1 في تي 1 عندنا الـ D1 200 متر الـ V نوت 1 4 متر per second الـ T1 نقدر نجيبه إذن الـ T1 نقسم الـ both sides على 4 يديني 50 seconds. الـ D2 equals V نوت 2 في T2 يبقى عندنا 280 equals لسه بنحسب distances ما قلناش displacements السرعة 5 في T2 نقسم البوث سايدز على 5 إذن 5 6 seconds يبقى عندنا التايم 1 والتايم 2 والديسبليسمنت 1 و 2 أقدر أقول إن الأفريج فيلوسيتي الفي أفريج أو تحط بار أو تحط الاتنين مجموع الديسبليسمنتس بإشارتهم على مجموع الأزمنة. ليه مجموع الأزمنة مديني أو حسبنا التايم فور إيتش تريب لو مديني بداية ونهاية الانتاير تريب أقول النهاية ناقص البداية تي 2 ماينس تي 1 أو يقول لي التوتال تايم أو التايم فور ذا توتال تريب ويديني قيمة ساعتها نقسم عليه. لكن هنا اداني أو حسبنا 2 تايمز 1 تايم فور إيتش تريب 200 east يبقى positive plus negative 280 متر لأنها west ونقسم على مجموع الأزمنة يبقى negative 80 تقسيم 106 يديني negative 0.75 متر بير سكند لأن ده average velocity. لو average speed كنا جمعنا 200 plus 280 وقسمنا على 106 كان طلع معانا الناتج 4.53 طبعا الصح دلوقتي negative 0.75 لكن ممكن تغلط وتحسب السبيد ده for speed طبعا ده غلط خالص لان السبيد عمرها ما تكون بالسالب حتى لو غلطت وحسبت السبيد مفروض تكون 4.53 فالاثنين دول هما اللي يلخبطوا الطالب اما الزيرو لا لان المسافتين والازاحتين نقول غير متساويتين اليمين خلاف اليسار هنا 200 الرحله الاولى الثانيه 280 امتى ممكن يعني نشوف الصفر لو كان يمين مثل اليسار او نورث مثل الجنوب ساعتها الديسبليسمنتس بيكنسلوا بعض فممكن الفيلوسيتي تطلع زيرو او هتطلع زيرو
لكن السبيد مش هيطلع زيرو، عمر السبيد ما يطلع زيرو، يا بوزيتيف يا بوزيتيف، ما عندناش غير الخيارين دول، هو بوزيتيف وبوزيتيف فقط، يعني دايما بوزيتيف. وبالتالي السبيد لما يسألني عن السبيد ادور بس على القيم البوزيتيفز والغي الزيرو والغي النيجاتيف. لما يقول لي افريج فيلوسيتي يبقى كل الخيارات متاحه، ممكن يكون بوزيتيف، ممكن يكون زيرو، ممكن يكون نيجاتيف. فناخد بالنا واحنا بنحسب، لو طلب فيلوسيتي يبقى لو عكس بعض في الحركتين، يعني واحده يمين واحده يسار، واحده اب واحده داون، لابد نكنسل، لابد يكون في بوزيتيف ونيجاتيف. لكن لو السبيد بنتبع طبعا جمع القيم فقط بدون الاشارات. Short problem 2 من first exam October 2020. Will you throw a ball vertically upward؟ لما يقول throw يبقى في V note، خلاف drop أو release تبقى ال V note بزيرو. Vertically upward معنى كده إن السرعة الابتدائية positive، لو قال لي downward يبقى negative. With a speed of 5 meter per second. When a resistance is negligible، how long does it take the ball in seconds to return to your hand؟ يعني ترجع نفس مكان البداية، يعني الدي واي equals zero. مدينا الفي نوت ومدينا الدي واي، وعندنا الاكسلريشن عجلة الجاذبية الأرضية مدهاني في الكفر بيج بتن متر بير سكند سكوير، نحط نيجاتيف خلاف شابتر 4 ما نحطش نيجاتيف. شابتر 2 دايما مع معادلات الحركة نحط النيجاتيف مع قيمة الجاذبية الأرضية. إيه أفضل قانون؟ نحطهم قدامنا. عندنا الفي نوت، عندنا الدي واي، عندنا الأكسلريشن، طالب تايم يعني مش جايب سيرة الفاينل فيلوسيتي، لا طالبها ولا مدهاني، يبقى نستخدم القانون الثالث اللي مفهوش الفاينل فيلوسيتي. أنقله للشيت من الفورمولا شيت، طبعا لازم تنقله لورقه الاجابه عشان تاخد عليه درجه او الدكتور يعرف انت بتشتغل على ايه. دي واي ايكوالز في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. وفي بعض الدكاتره بتدي درجه كونك انت اخترت القانون صح، مثلا فري فولينج ما اخترتش كونستانت اكسلريشن، او اخترت مثلا كونستانت سبيد. فأحيانا الدكاترة تحترمك لو أنت كتبت القانون صح، وأفضل قانون يستخدم في إيجاد التايم اللي هو إيجاد المطلوب، يعني الدي واي إيكوالز زيرو، لأن رد نفس المكان اللي بدأنا أو اللي بدأ الحركة منه. الفي نوت قلب 5 تي مجهولة بلس هاف نيجاتيف 10 ما ننساش النيجاتيف تي سكوير. إذا نجيب الفايف تي سكوير من الجهة اليمنى لليسرى بإشارة معاكسة، كانت نيجاتيف بقت بوزيتيف 5 تي. نقدر نكنسل تي مع تي، إذن و 5 مع 5 بالمرة، إذن التي equals 1 second. يبقى الوقت المطلوب عشان الكرة ترجع نفس مكان البداية بدءا من سرعة 5 متر بير سكند هو 1 سكند. الخيار موجود قدامنا. طب الهاف سكند ده الوقت المطلوب للوصول لأقصى ارتفاع، يعني عند أقصى ارتفاع الفي هتبقى بزيرو وهيستغرق هاف سكند. طبعا ينزل في هاف سكند يبقى التوتال 1 سكند، هو عايز لغاية ما ترجع. لو كان طلب تو ريتش ذا ماكسيمم هايت كان هيطلع معانا هاف، كنا ساعتها هنستخدم القانون الاول، كنا هنقول ان الفي فاينل بزيرو والفي نوت ب5 والاي بنيجاتيف 10، كنا حسبنا التايم كان هيطلع 0.5. طبعا ده سؤال غير، لكن لو جه فكرته كده هيطلب الماكسيمم هايت نستخدم القانون الاول، التي هتطلع هاف. شورت بروبلم 3 فيرست اكزام اكتوبر 2020. ستارتنج فروم هير هوم، ساره ووكس 2 كيلومتر in the direction 20 degrees south of east. She then walks 2 kilometer in the direction 70 degrees west of north. Sarah's displacement in kilometer، هي المسافات بالكيلومتر، هنتعامل بالكيلومتر، لكن نرسم
التو displacement ونشوف سارة راحت فين. عندنا محور الاكس نكتب عليه ايست، محور الواي نكتب عليه نورث، في اتجاه البوزيتيفز. في اتجاه النيجاتيفز هيكون عندنا ويست نيجاتيف اكس اكسس وساوث في اتجاه النيجاتيف واي اكسس. سارة مشيت 2 كيلومتر 20 درجة 20 degrees south of east. نبدأ من الايست، لما يقول لي south of east يبقى القياس يبدأ من الايست من الثاني ونتجه south، يبقى هنمشي كده 20 درجة 20 degrees. الزاوية دي 20 degrees والإزاحة 2 كيلومتر. يبقى ده اول فيكتور للحركة الاولى. الحركة الثانية 70 degrees west of north، نبدأ القياس من النورث ونتحرك 70 degree في اتجاه الوست. طبعا نكون على نفس الامتداد ليه؟ هنقول دلوقتي ده 2 كيلومتر، عندنا 20 او 20 degrees مع محور الاكس هتبقى هنا 20 بالتبادل، مجموعة 20 بلس 70 90 should be 90 لان الزاوية قايمة، وبالتالي 70 تتمتها 20. فكده نستنتج ان الازاحتين على نفس الاستقامة، واحدة يعني رايحة ايست مع ساوث، واحدة رايحة ويست مع نورث، ولكن على امتداد واحد. واضح طبعا ان هو مديني سؤال كونسبشوال. الفيكتور الاول هيكنسل الفيكتور الثاني لنفس القيمة ولكن عكس بعض، يبقى عندنا تو فيكتورز هاف سيم ماجنيتيود. ممكن تكتب الدكتور كده and opposite direction. طبعا ممكن تكتبش حاجة لان هو السؤال اصلا كان اختياري، لذلك نقول total displacement. ده شرح بقى لينا دلوقتي displacement، مش محتاجين لا نحلل ولا نعمل اي حاجة، سؤال مباشر. two vectors على امتداد بعض بنفس القيمة وعكس الاتجاه، وبالتالي هيكنسلوا بعض، فالناتج زيرو مباشرة، مش محتاجين نحلل كل فيكتور لإكس وواي. الأول هيبقى بوزيتيف إكس ونيجاتيف واي، والثاني هيبقى نيجاتيف إكس وبوزيتيف واي، ونحسب ونجمع ونلاقي إن المجموع في اتجاه الإكس زيرو ومجموع في اتجاه الواي زيرو. ممكن تعمل كده، السؤال هيطول منك وملوش أي لازمة، هو سؤال كونسبشوال اختياري مش مطلوب منك أي تفاصيل. جاست ان احنا رسمنا التو فيكتورز اكتشفنا ان ليهم نفس القيمة وعكس الاتجاه فيكنسلوا بعض ببساطة، فالناتج زيرو. شورت بروبلم 4 من فيرست اكزام اكتوبر 2020، يقول ان اريا اوف 1 متر سكوير از ايكويفالنت تو، وعايز يحولها ان سنتيمتر سكوير، بدل متر سكوير تبقى سنتيمتر سكوير. ال1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر، لازم تكون حافظ التحويل من المتر للسنتيمتر والعكس. ال1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر، السنتيمتر 1 اوفر 100 من المتر، احنا عايزين 1 متر سكوير، يعني 1 متر تايمز 1 متر، وعايزين نخليها بالسنتيمتر سكوير، يبقى 100 سنتيمتر تايمز 100 سنتيمتر. نضرب الهندردز في هندردز يدينا 10000
مش لازم نحط الثاوزن سبريتور. يبقى عندنا 4 أصفار سنتيمتر سكوير. يبقى ده التحويل المطلوب او الايكويفالنس المطلوب. يبقى 1 متر سكوير از ايكويفالنت تو، نختار الواحد معاها 4 أصفار اللي هي دي. طبعا 100 سنتيمتر سكوير، يبقى كده غلطة شائعة ان يحول 1 متر لسنتيمتر، مفيش نسي المتر سكوير، احنا عندنا سكوير فلازم نضرب 1 متر في 1 متر. طبعا 10 سنتيمتر بعيدة قوي، وبيت الارقام ايضا طبعا ممكن تتلخبط فيها، ولكن لو استخدمت التحويل الصحيح 100 تايمز 100 هيطلع لك 1 ومعاها 4 أصفار 4 زيروز، تختار المناسب وطبعا تشوف صاحبك اللي جنبك يعني تتأكدوا من بعض. شورت بروبلم 5 فيرست اكزام اكتوبر 2020، بيقول a 5 كيلوغرام بوكس is accelerated upward by a cord of negligible mass as shown. The maximum tension that the cord can take before breaking is 80 newton. The maximum upward acceleration that can be given to the box a meter per second square. بيسألني عن الاكسلريشن الابورد. عندنا بوكس عليه تنشن لفوق مديني قيمته، وام جي لتحت وعندنا قيمتها، وطالب الاكسلريشن اللي ممكن ياخدها اذا ماكسيمم، بحيث ان التنشن ما يعديش ال 8 نيوتن والا الخيط او الكورد هتقطع. عندنا هنا ام جي اللي هو 5 تايمز، كان مديني الجي ب 10 وهنا 5 كيلوغرام. كده رسمنا الفري بادي دايجرام، نطبق نيوتنز سكند لو والسيجما الاف واي ايكوالز ام في الاي، والاتجاه الموجب هو البوزيتيف واي دايركشن، ان قال لي ابورد. يبقى عندي التنشن اللي هو تي ماينس الام جي ايكوالز ام اي، نعوض بالقيم اللي عندنا 80 از ماكسيمم للتنشن ماينس 5 ومديني الجي ب 10 ايكوالز 5 تايمز اي، اذا 30 equals 5A. نقسم البوث سايدز على 5، اذا ال A equals 6 متر بير سكند سكوير. والسؤال اختياري، فهتلاقي الاجابة ان شاء الله موجودة عندك وعند صاحبك اللي جنبك فهتختارها، او توريله يعني لو هو مش عارف وريله بحيث يوري لك سؤال اخر. Short problem 6 من first exam October 2020. Will a small ball of mass M is attached to a light string of length R and is rotated vertically. If the speed at the highest position is V, capital V, then the tension in the string is. نرسم ال free body diagram للبول. عندها تي نتيجة التنشن، هنقول ام جي الاول وبعدين تي هو طالب التنشن اللي هو التي، وعندنا اكسلريشن تجاه المركز اللي هي ايه بتساوي كابيتال في سكوير على ار. عندنا constant speed وبالتالي نقول التانجنت acceleration بزيرو، السرعة بتزيدش ولا بتقل، هي constant speed. قال اهو if the speed at the highest position is v، هو ما قالش constant، ولكن في الغالب circular motion بتكون constant، وحتى لو ما كانتش constant نتعامل معها ان ال a equals لحظيا v square على r. طب هو عايز ال t، نكتب معادلة الحركة نيوتنز سكند لون، نقول سيجما الاف ايكوالز ام في الاي، والاكسلريشن تجاه المركز
لذلك هنحط البوزيتيف رايح للسنتر. هيكون عندنا ام جي بلس تي، دول التو فورسز اللي مع الاكسلريشن، هتساوي ام في الاي اللي هي في سكوير تقسيم الار. المطلوب مننا نجيب التي، اذا التي ايكوالز ام في سكوير تقسيم الار ماينس ام جي. هو عايز ناخد ام مشترك كومون فاكتور، يديني في سكوير تقسيم ار ماينس الجي، يبقى ده التي. وممكن نبروزها له، وان كان كل الكلام ده مش مطلوب لان السؤال مالتيبل تشويس، امتحان كله كان مالتيبل تشويس الا ربما السؤال الاخير او السؤالين الاخره فقط اللي هما لونج بروبلم. يبقى نختار اول اختيار اللي يتوافق مع اللي طلعناه. لونج بروبلم 2 من فيرست اكزام اكتوبر 2020، ويل ا بلوك اوف ماس ام ايكوالز 1.5 كيلوغرام سلايدز ان ا سيركل اوف ريديوس 0.2 متر وان ا فريكشنلس تيبل وايل اتاتشد تو ا هانجينج سلندر اوف ماس ام ايكوالز 2.5 كيلوغرام باي ا كورد ذات اكستندز ثرو ا هول ان ذا تيبل. ذا ماس ام ريمينز ات ريست when the mass small m is revolving. بتدور. يبقى عندنا capital M mass وsmall m mass. الكابيتال M معلقة من كورد vertically وموشنلس، اللي بتدور هي السمول M. في البارت A بيقول draw a free body diagram for each mass. الكابيتال M عندها كابيتال ام جي لتحت وفي تنشن لفوق وهي موشن لس، وبالتالي الاثنين يساوي بعض، ولكن هو ما طلبش دلوقتي، طالب الفري بادي دياجرام. السمول ام عندها ام جي لتحت ورد فعل الطاولة لفوق نسميه ان، وفي تنشن في الكورد المربوط ليها للهول اللي ماسك في الكابيتال ام مع السلندر، يبقى في عندنا هنا تي، نفس طبعا التي اللي هي مع الكابيتال ام جي، نفس دي هي دي لان كورد واحد. في البارت بيقول find the tension in the cord، ندرس الكابيتال ام لان عندنا الكتلة بتاعته، هو اللي يديني تي، وبعدين استخدمها في السمول ام. هقول سيجما الاف واي equals zero لان قال لي motionless ما بتتحركش، او قال لي اترست. الكابيتال تي او نقول التي ماينس الكابيتال ام جي ايكوالز 0 2.5، ومديني الجي في الكفر بيج ب 10 ايكوالز 25 نيوتن. الشغل جدا مباشر، امتحان كله مباشر. في البارت سي بيقول فايند ذا سبيد اوف ذا بلوك، عندنا circular motion، فنقول sigma force equals الام في الاي، اتجاه الاكسلريشن للمركز او towards the center. الفورس اللي عندنا فقط تي، مفيش غيرها، مفيش لا فريكشن ولا اي حاجة ولا اي قوة. الام اكتبها زي ما هي، الاي عبارة عن في سكوير تقسيم الار. تعالوا نعوض، التي 25، الام 1.5، الفي سكوير مجهولة، والار 0.2.
إذن ال V equals نضرب 25 times 0.2 تقسيم ال 1.5 وناخد سكوير روت للأنصر. طلع الجواب 1.83 متر بير سكند. طبعا يا ريت الامتحانات كلها كانت او زي اكتوبر 2020، كان اسهل امتحان مر خلال مثلا 10 سنين اللي فاتوا وربما 10 سنين اللي جايه. ده امتحان دفعه كورونا.